يا جماعة ما بصير هيك، تركوه يرتاح ويتنفس شوي. شوكت بخير، لا تخافوا. يا ماما روح اتعشى. لا اختي لا، ما حدا له نفسي اكل. يمكن هذا اخي معتز. الحمد لله على سلامة ابن عمي. عصام شو بقى ابوك؟ اهدى شوي، ما فيها شيء ابوك. ابوك شو بقى ابوك؟ ما فيها شيء، اهدى معتز. ولك وينه؟ إلا يا بي يا بي يا بي لك فهدني لوين رايح؟ بدي لوب عليه. لك وين بدك تلاقيه بهالليل؟ بدي انكته من تحت تقطيع الأرض. دير بالك في هذا واحد غدار. لا تخاف علي يا عزيزي، دير بالك. ها شو جابها؟ لك شلون فتت الحاره وشلون طلعت؟ انا بدو فتحت، لا تخاف علي. المهم هلا فهمني، فطس هذا ابو بطيخ ابو عصام؟ لا فطس ولا انضرب على قلبه، بس مجروح. اللي انت لك شلون قدرت تفوت على الحاره والناس هيك فيها؟ وشلون طلعت منها؟ ولك شو بدك هلا شلون فتت وشلون طلعت؟ المهم اني صرت قدامك. يمنا من كل شيء وطلب منا لقمه ناكلها. اطلب لي الكوماندار خليني احكي معه. وانا كمان جوعان مثلك. يلا هلا بدي اروح الكوماندار. يا ابني جهزوا لي عشاء واعملوا لنا بريق شاي. تمام. دخلك هاي الحاره ما بدها ترباي؟ معلومه الحاره بدها ترباي. تربايتها رح تكون على ايدي باذن الله. وها وزرع خليوني ينسوا الواوي بحياته. اعطيني سيادة الكومندان يا ابني. ابو جودة ولك ابو جودة. يا شباب الباب انسكر، شو ساوي؟ اخلعوا. عمي ابو حاتم قال اذا لزم الموضوع اخلعوه. خلص طالما الكبارية هيك حكوا بدنا نخلعوا. ما في كلام. عاونوني الشباب، عاونوني. عيونك قولك. طب بدر انت منزله؟ لك اهلين برجال. شو عم تعملوا هون؟ عم بقول لك من وين نزلت؟ نزلت من بيتي. لك شلون هيك بتنزل من بيتك لبيوت الناس؟ يا عيب الشوم عليك. لك هيك كنت انزل عن فهمي، بعدين انا سمعت في طلطعه جوات البيت قلت لانزل شوف مين.
بعدين ديروا بالكم، ها بدي لكم شغلي. البيت مسكون. بسم الله الرحمن الرحيم، شو مسكون ومسكون؟ مسكون بالشمس. استور من خاطركم، استور من خاطركم. انتوا الجوز شو بكون بلا هذا الحكي هلا. عبدو معية شواربا. نط نادي للشيخ عبد العليم وعمك ابو قاسم. قوام. حصاب حسن. راسي. عم يا ابو حاتم؟ عم يا ابو حاتم؟ شلونك عم يا ابو حاتم؟ اهلين زافر. شرف عمي، هي شقة الخروف بعت لك اياها بي. ايه؟ الله يسلمه، سلم لي عليه كثير. الله يسلمك عمي ابو حاتم، يلا قاعد يلا. اهلين بعمي ابو النور. يا اهلين وسهلين. شرف عمي، هي شقة اللحمة بعت لك اياها ابي. ليش معذب حالك؟ ولو عمي ولو، نحن اهل. الله يرضى عليك. تسلم يا عم شرف. سلم لي على ابوك كثير السلام. يوصل عمي. شرفوا سيدي، شرفوا يا ابا، شرفوا. السلام عليكم. الله معكم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا فهمنا ليش فاتوا على الحارة، فاتوا ليدوروا على طميره، بس الله سود وشه وما طلع فيها شيء. لك شلون فات فينا بباب هاللخم وصار واحد منا وفينا، بعدين طلع عوين المدن. لك والله يا رجال ما عدنا نعرف بميتنا نأمن. الحمد لله الله كشفهم، رد كيدهم لنحرهم. يلا يا رجال قيموا هالجرة ولا تخبروا حدا شو شفنا، مشان ما تصير سيرة بحارات الشام وصير الجهلة يفكروا انه هذا البيت فيه طماير وكنوز. كلام الشيخ عبد العليم مزبوط، احكن يا رجال، تحكوا اللي شفتوه هون. ها خاطر امرك عمي، تكسر لي هالجرة بتغير لي قفل الباب وبتعطي المفتاح للشيخ عبد العليم. صار عمي صار، فهمت الحكي؟ ايه ما في بصير لحدا ولا حدا ولا حدا. سلامة قلبك. الله يسلمك. شو نادية كيف الجروح؟ الحمد لله أحسن بكثير، كلها يومين ثلاثة وبقدر يمشي. الحمد لله رب العالمين. تقبرني يا ريت أنا ولا أنت. السلام عليكم أبو قاسم. وعليكم السلام، علينا بالنار. شلونها؟ الحمد لله رب العالمين. شلون أخي عصام، طمني عليه. الحمد لله عرضية ما في شيء. ألف الحمد لله، سليمة يعني. إيه الله محيي أصلك يا أبو النار، الله محيي أصلك، والله ما قصرت. ولو يا أبو قاسم، هذا ألم الواجب، نحن أهل ولاد بلد وحدة. إيه أخي أنا ما عندي وقت، رايح شق على أبو عصام وبدي أرجع لحارتي، لأني تارك أبو الحكم ببيتي مع الوفود. إيه بنروح سوا أبو النار. شرف أبو قاسم، شرف. شرف. يا أهلين وسهلين، شرف. اليوم احسن بكثير. الف الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا بيي. لك الله يخلي لي اياك، والله يسلم لي اياك. الحمد لله. لا 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 تمام تمام. نادي اسعدك لبيك. لوين؟ اسعدي شوي. ما بصير تتحرك. لك بعدي ما شو بصير، ما بصير. يا ابو عصام ليك ليك. وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ لك ليك الحمد لله. خلاص خلاص خلاص، ماكو والله.
شو حواقف لحالي ها؟ يلا الله يقوي. ها خلاص لا الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله. تعال لكم تعال. شنطتك ما بصير لازم ترجع. لك ليك ما بدي شيء خلاص بقى والله ليك ها. ليك الحمد لله والله تمام تمام. ايه الف الحمد لله. ايه عدو عدو عدو. الله لا يحرمني منكم. ما يحرمنا منك. تسلمني هالقعده ما احلاها. ايه الله يديمك فوق راسك. يا سلام. يعني هلا انت صرتني؟ على كيفك الحمد لله. الحمد لله. قوم اعملوا لنا ابا بصي. شو هاد يا بي؟ ابا بصي. ابا بصي؟ بتعرفي تعمليها؟ ايه معلوم. قوام وقلي لنا بيض والسودا اللي جبتها كمان. على راسك. يلا يلا قوام اشتعلنا للعشاء من تحدياتك يا دلال. يا سيدي شو بدي اقول لك يعني ما بعرف. ما عم استاذ يحكي مع حدا على الحاره يا سيدي. كومون؟ شلون؟ يعني شو؟ يعني سيدي بتوقف تحكي مع واحد هيك كلمتين ما بتاخر صاروا 10 مفتلوا حواليك بشيروا عينهم بعينك. طوفي ببا. هي الشغله بتزول بتزول بسرعه. هدول اهالي الشام وتهديدا حارث الضباح بينبسطوا وقت بيكون في شيء. اللي شو اخبار الواوي؟ سيدي متخبي عندي بالمخفر واموره كويسه بس ما عم يرضى الا شو بدي اساوي. نو تون في با هو بيعرف منيح شو عم بيشتغل. انت هلا بترجع الكوميساريه تبعك وبكره بتشوف كيف الكوماندان رح يرجع هيبه العسكري الفرنسي. يلا على الكاراكول يلا. أهلين وسهلين بيتكم ومطرحكم. بالمهلي يا ما مظفر بالمهلي. لك عمي ما في شيء بيغلى على البلد وعلى أهل البلد. رزقنا وولادنا وخيرنا في درج وليدكم عمي. ادعوا وقولوا آمين يا رب. آمين. يشيل الغمة عن صدر هالبلد وينقلع المحتل من الأرض المباركة. آمين. الله يديم أثناك بالخير عمي مظفر. عليم الله ما قصرت. لك ما بنعمل غير واجبنا. يلا اهلا وسهلا تفضلوا مدوا ايدكم عمي صب يا بي صب خصيم الله اللي بيقوم جوعان صب يا بي يا بنت اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا نشفت القطب الحمد لله رب العالمين بس قديش قلبك قوي يا نادية هي شغلتي سعاد خانو وهذا الجرح ولا شيء هذا الجرح ولا شيء مثل ما عم اقول لك اوقات كان يجيني جروح ولا اصعب من هيك لا السيارة لا دخيلة هيك هي من غير شيء البريء ما بتحمل معافى شوكت الله يعافي عمرك اعطيني يا وايلة اللي قومي لوين رايح؟ انت ما بصير تتحرك عندي مشوار اعطيني اعطيني روحي شوكت ما بصير مشان الشمس سعاد خانم احكي لك كلمة إن حكيت وإن ما حكيت بده ينزل ما في فايدة لا خلاص أنا لبسوني خلصوني هاتي رجلي ما فيني شيء يلا يلا جيبيله يا هون جيبيه يا أهل المرور والعزيمة